بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 109. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في حديث الشيخ رحمه الله عن حكم الخطاب بالأعجمية من غير حاجة تقدم معنا بعضه، وقال هنا: وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال: قال عمر: ما تكلم الرجل بالفارسية إلا خب، ولا خب إلا نقصت مروءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في سياق النهي عن التكلم بالفارسية والأعجمية، إذا كان هذا من غير حاجة، وإنما هو من باب الفضول، لأن لغتنا هي اللغة العربية التي شرفها الله بنزول القرآن بها، وهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبها يعرف القرآن والسنة. أما الأعجمية فإنها كاسمها بعيدة عن أفهام العرب، وبعيدة عن فهم الكتاب والسنة، وإنما يتكلم بها عند الحاجة فقط. أما من يتكلم بها من باب الفضول والتنطع وإظهار الثقافة كما هو الحال عند بعض الناس اليوم، فهذا أمر منهي عنه، لأنه يستغنى به عن اللغة العربية، وبالتالي ربما تنسى اللغة العربية وأصبح التخاطب باللغة الأجنبية. نعم. السلام عليكم. وقال: حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. كما سبق هذا الأثر، كما سبق النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، يعني لغة الأعاجم، إلا عند الحاجة الملحة كالمترجمين الذين يكونون عند ولي الأمر أو عند القاضي أو عند من هو مسؤول عن الأمور العامة، فيحتاج إلى من يترجم له لغة غير العرب. في هذه الحالة لا بأس، وأما أن تتخذ لغة وتخاطب بها وتحل محل اللغة العربية فهذا أمر منهي عنه، أولا لأن فيه تشبها بالأعاجم، وثانيا أن فيه إماتة للغة العربية واستغناء عنها. نعم. قال: وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. نعم. وقال: حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية. نعم. وهذا الأثر أيضا فيه التغليظ في التكلم بالفارسية، لأنها لغة المجوس، واللغة العربية لغة الحنيفية، فمن ذا يستبدل لغة المجوس عبدة النيران الكفار بلغة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم،
والمراد بها اللغة العربية. نعم. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البردعي حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. نعم، من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية، هذا فيه بيان متى يجوز تكلم بالعجمية، أنه لمن لا يحسن اللغة العربية. أما من يحسن اللغة العربية فإنه يتكلم بها ويخاطب بها، لأن اللغة العربية هي اللغة التي أنزل الله بها كتابه، وهي لغة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لغة هذه الأمة المحمدية في الغالب. حتى الأعاجم الذين يسلمون يتعلمون اللغة العربية ويصبحون عربا فصحا، كما هو موجود في تراجم الرجال من كثرة الذين تعلموا العربية من الأعاجم لما أسلموا وصاروا من أئمة اللغة العربية ومن أئمة الحديث ومن أئمة التفسير. فاللغة العربية ميسرة واسعة ولله الحمد، وقابلة لكل ثقافة ولكل حاجة، كفيلة لا تضيق عن شيء. إنما اللغة العجمية عند الحاجة إليها، والحاجة تتحدد بقدرها، فهذا وجه كون السلف ينهون كعمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنهم عن تعلم الأعجمية والتخاطب بها. وفي هذا الأثر أن ذلك يورث النفاق، يورث النفاق بمعنى أنه يورث محبة اللغة الأجنبية ومحبة أهلها، وهذا نفاق. هذا نفاق. نعم. صلى الله عليكم. قال ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. هذا كما سبق في الأثر الذي قبله، فهو يؤيده في اللفظ والمعنى. نعم. قال الشيخ رحمه الله وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين. رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فموضع تبين يعني محل تثبت بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة كلمني أبو العالية بالفارسية. وقال منذر الثوري سأل رجل محمد ابن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا ثم جاءت به يعني الجبن. نعم، لا بأس أن يؤتى ببعض الكلمات من اللغة العجمية، إنما الممنوع هو استبدال اللغة العربية باللغة الأجنبية بالتخاطب والخطاب على وجه العموم، وأن تحل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية في الكتابة وفي التخاطب والتعامل، هذا هو الممنوع. أما أن تأتي بعض الكلمات في أثناء الكلام فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات أعجمية، مثل قوله هذا سنة يعني حسن، قوله هذا سنة يعني حسن بلغة الحبشة، وكذلك علي بن أبي طالب لما سأل شريحا القاضي فأجابه قال علي قالون يعني جيد باللغة الرومية. وكذلك في القرآن كلمات معربة أصلها غير عربي ثم عربت، فبعض الكلمات تستعمل
لا بأس بذلك، لكن الكلام على الاستعمال العام للغة الأجنبية بدل اللغة العربية. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب. نعم. وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه. نعم. وأيضا مع كون بعض الكلمات من اللغة الأجنبية لا بأس باستعمالها، خصوصا إذا كان المخاطب يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك، مثل كونه لا يفهم المفردة التي تقولها له، فإنك تذكرها بلغته من أجل أن يفهمها. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكسها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلغة الحبشة الحسن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالكلمة الحبشية لأن الجارية نشأت في الحبشة وهي تفهم هذه اللفظة. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. نعم. وكذلك من جنس ما سبق كلام أبي هريرة: أشكم بدرد، وجع بالبطن بالفارسية، معناه وجع البطن باللغة الفارسية. ربما يكون المخاطب فارسي فهو كلمه بلغته من أجل أن يفهم. نعم. إذن في هذا الشيخ تسهيل لمن أراد التشديد على منع العجمية مطلقا. نعم. يعني ربما يكون في هذا تسهيل على أن استعمال القليل منها أو ما تدعو إليه الحاجة في الترخيص. يعني هو المنع في أن تجعل اللغة الأجنبية بدل اللغة العربية. وأما الإتيان ببعض الكلمات فهذا لا يجعل اللغة الأجنبية بديلة عن اللغة العربية، وخصوصا كما ذكر الشيخ عند الحاجة. نعم. حسنا. قال: وأما اعتياد الخطاب بغير العربي اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. هذا هو الممنوع، هو الاستعمال العام ولا سيما من المسؤولين وفي الدوائر الإسلامية، فإن هذا ممنوع لأنه معناه ترك اللغة العربية وإحلال اللغة الأجنبية محلها، وبالتالي تنسى اللغة العربية، وأيضا تستبدل اللغة الشريفة باللغة التي هي الدون. هذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وبناء على ذلك فما يعيشه المسلمون اليوم مع الأسف من ظهور اللغة الأجنبية في بلاد المسلمين في مطاراتهم وفي مستشفياتهم بل وفي بعض دوائرهم، أن هذا أمر لا يجوز، لأن اللغة العربية أقصيت في هذه الجهات إقصاء تاما، فأصبح العربي وصاحب الوطن أجنبيا في هذه الدوائر، أصبح صاحب الوطن أجنبيا في بلده إذا دخل هذه الدوائر. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أننا نغير اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، وندعو الأعاجم إلى الإسلام، وندعوهم أيضا إلى تعلم اللغة العربية ليفهموا الإسلام، يفهموا القرآن والسنة. أما العكس وهو الموجود الآن في بعض المسلمين أو كثير من المسلمين، وهو التحول من اللغة العربية إلى اللغة الأعجمية وفرضها في المدارس والجامعات، فهذا في الحقيقة من الانتكاس والنقص. نعم. قال: وهكذا كانت خراسان قديما، ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم. نعم. إذا تسوهل باستعمال اللغة الأجنبية فإن هذا يسري، وفي النهاية تكون اللغة الأجنبية هي السائدة
ولئن احتجوا الآن بأن الصناعات والأدوية والمعلومات باللغة الأجنبية فنحتاج إلى تعلمها، فنقول هذه ليست حجة، لأنه بالإمكان ترجمة هذه المعلومات وهذه المخترعات والمسميات ترجمتها إلى اللغة العربية، بأن يفرغ ناس من المتخصصين يترجمونها وتصبح عربية. نعم. قال: وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه. نعم. إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله. نعم، وكذلك المفروض أننا نفرض اللغة العربية، لا نفرض اللغة الأجنبية على صغارنا وطلابنا، لئلا ينشأوا عليها ثم تنسى اللغة العربية ويصعب بعد ذلك معرفتها، وهي لغتنا ولغة كتابنا وديننا، فهذا من الخسران المبين. لا يقول بعض الناس أنه الأمر سهل، لفظة بدل لفظة أو كتابة بدل كتابة، نقول ليس الأمر مقصورا على هذا، الأمر مقصور على أن تنسى اللغة العربية ثم يستغلق علينا فهم الكتاب والسنة، ويأتي جيل من أبنائنا أعاجم لا يفهمون الكتاب والسنة، وهذا ما يريده أعداؤنا، يريدون أن يصرفونا عن ديننا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويغلقوا علينا فهم الكتاب والسنة. نعم. يبدو يا شيخ أن مسألة يعني محل تحرير النزاع أنه من يريد الإقبال على ثقافات الأمم الأخرى ومخترعاتها فيتطلب لغتهم، ومن أراد الإبقاء على الكتاب والسنة ولغة الكتاب والسنة فيريد لغة الكتاب والسنة. لا، حتى من يريد الثقافات الأخرى هو لا مانع من الاطلاع على الثقافات الأخرى لأخذ المفيد منها وترك غير المفيد، لكن هذا يمكن أن يترجم، أن تجعل جهات مختصة متخصصة من المسلمين ترجمون هذه المعلومات وهذه الكتب لمن يريد الاستفادة منها، إذا كان لا يترتب على هذا ضرر. لكن كما نعلم ولا ننسى أنه لما كان في عهد المأمون العباسي غفر الله له، أنه أغري بكتب الأعاجم وباللغة الأجنبية والحكمة يسمونها والفلسفة والعلوم اليونانية، فأنشأ دارا سماها دار الحكمة لترجمة الكتب الرومية، فلما ترجمت الكتب الرومية دخلت الثقافة الأجنبية الملحدة على المسلمين، فتغير الوضع تغيرا كاملا، ونشأ من هذا الأفكار الضالة والمنحرفة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية، يقول: زاد البلاء بعدما عربت الكتب الرومية على يد المأمون. ويقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون، فقد أدخل في الإسلام ما ليس منه. نعم. أسأل الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: قال: فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. نعم، إذا أبقي على اللغة العربية حصلت هذه الفائدة، ينشأ شباب المسلمين على اللغة العربية، ويسهل عليهم فهم الكتاب والسنة لأنها بلسان عربي مبين، واللغة العربية كما هو معلوم واسعة وفقهها دقيق، فتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى إلمام حتى يكون الإنسان على بصيرة من فهم الكتاب والسنة وفهم لغة العرب الفصيحة. نعم. قال: بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. إذا اعتاد شباب المسلمين ونشأ المسلمين على اللغة الأجنبية ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الأصل واللغة العربية صعب عليهم ذلك، أما إذا نشئوا على اللغة العربية فإن هذا يسهل عليهم فهم الكتاب والسنة، ويسهل عليهم فهم لغتهم الأصيلة. نعم. قال: وأعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. لا شك أن اللغات الأجنبية تؤثر واللغات العربية تؤثر، فاللغة العربية
تؤثر فهما للكتاب والسنة وثقافة صحيحة، واللغة الأجنبية تؤثر على الثقافة وعلى المعلومات. انظر إلى ما يسمى الآن بالأدب الحداثي، هل تفهم منه شيئا؟ أدب تافه وخطاب لا معنى له، وإنما هو مثل كلام المجانين. كيف يستبدل هذا باللغة العربية الفصيحة الشيقة؟ نعم. قال رحمه الله: ويؤثر أيضا في مشابهة، أي اعتياد اللغة العربية، يؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وكذلك كما أنه يسهل فهم الكتاب والسنة، أيضا فإنه يعلق القلوب بسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، لأن اللغة لغتهم، وهم الذين تكلموا بها، ومعلوماتهم والآثار عنهم كلها باللغة العربية. فهذا مما يربط المتأخرين من المسلمين بالسابقين منهم. أما إذا غيرت اللغة حصل الانفصال بين المتأخرين والسابقين، وحصلت الكارثة. نعم. هذا ربما يكون شيخ مشهودا في برامج الأطفال اللي تعتمد اللغة العربية، تلقى الأطفال بارتياح ويتحدثون العربية بطلاقة، يحبون أن يقلدوا تلك الأصوات والألفاظ الفصيحة. لا شك الأطفال محل عناية، محل عناية من أول نشأتهم، يعني يلقنوا اللغة العربية ويسمعوا التخاطب بها وينشأوا عليها، لا أنهم ينشأون باللغة الأجنبية والأفلام الأجنبية وغير ذلك، فإن هذا مما يغلق عليهم لغتهم، ويغلق عليهم فهم الكتاب والسنة، ويحرمهم من الاقتداء بسلف هذه الأمة. ولهذا تجد الطفل الذي ينشأ في بلاد المسلمين يتعلم اللغة العربية تلقائيا، والطفل الذي ينشأ في بلاد الأعاجم يتلقى الأعجمية، يتعلم الأعجمية تلقائيا. فينبغي أن تكون البيئة عربية، البيئة التي ينشأ فيها الطفل عربية، في وسائل الإعلام، وفي ما يسمونه بالأفلام، وما أفلام الأطفال ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اللغة العربية من الدين، تستغرب أن تكون اللغة العربية من الدين، كيف تكون من الدين؟ نعم، بيّن الشيخ أنها من الدين لأنها وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة، وسيلة إلى فهم الدين، والوسائل لها حكم الغايات. فلما كانت اللغة العربية وسيلة إلى فهم الدين صارت من الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها واجب ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقه في السنة، وتفقه في العربية، وأعرب القرآن فإنه عربي. نعم، هذا مما يؤيد العناية باللغة العربية، وأن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كتب إلى عامله بأن يتفقه في الكتاب والسنة، ويتفقه في العربية، لأن العربية هي لغة الكتاب والسنة، ولن تفهم الكتاب والسنة إلا إذا أجدت اللغة العربية ومفردات اللغة العربية ومعانيها ومشتقاتها وبلاغتها وأسلوب اللغة العربية. وليس تعلم اللغة العربية بالشيء البسيط، تأخذ مبادئ فقط. اللغة العربية واسعة، ويجب على الخواص من أهل العلم وأهل الإدراك ما لا يجب على العوام. فالعوام يكفيهم أنهم يتخاطبون باللغة العربية ويعرفون الألفاظ الظاهرة من القرآن والسنة، مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنهي عن الزنا والنهي عن الشرك، هذه أمور واضحة. لكن هناك أمور غامضة تحتاج إلى التبحر في اللغة العربية ومشتقاتها، وهذا شأن العلماء المتخصصين،
والراسخين في العلم يجب عليهم ما لا يجب على العوام، لكن الكل يجب عليهم الاقتصار على اللغة العربية، وأن لا يأخذوا من اللغة الأجنبية إلا بقدر الضرورة وينتهي في وقته ولا يستمر ويستعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال: وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. نعم. تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. هذا من كلام عمر رضي الله عنه الملهم المحدث. تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم، وسبق لنا بيان كيف تكون اللغة العربية من الدين، لأنها وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة، والوسائل لها حكم الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان لا يمكن فهم الدين إلا بفهم اللغة العربية، صار تعلم العربية واجبا وفرضا على المسلمين. والفرائض قد يراد بها المواريث، لأن لها عناية خاصة، ولأنها فيها صعوبة تحتاج إلى عناية تنسى أيضا. ويمكن أن يراد بها الفرائض جميع الواجبات أحكام الدين، فلا يمكن فهمها إلا باللغة العربية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.